تنضم إلينا من نيويورك إيرينا تشاكرمان الخبيرة في الشؤون الدولية. أهلا بك معنا في هذه التغطية. يعني يبدو أن الثلاثاء الكبير في انتخابات هذا العام، لا أريد أن أقول بأن لا جدوى منها، ولكن لا مفاجآت. يعني دونالد ترامب يتجه للفوز بالانتخابات أو بأن يكون المرشح للحزب الجمهوري، وأيضا بايدن يتجه أن يكون المرشح للحزب الديمقراطي. ما الذي يمكن أن نعلمه من طبيعة التصويت في الانتخابات التمهيدية هذا العام والثلاثاء الكبير الذي يعتبر هو ثلث الانتخابات التمهيدية؟ لقد فاز ترامب بالفعل بفيرجينيا، وفاز بايدن بماساتشوستس، وهذه الانتخابات ستحدد مصير المرشحين. وهذه هذا الفوز مبني على عدد المندوبين الذي فاز به كل رئيس. نيكي هالي الناحية الأخرى تأتي خلف ترامب في هذا السباق، واليوم أظنها لن تفوز بأي من الولايات. الثلاثاء الكبير ربما قد يكون مؤشر مهم على المرشح القادم للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر القادمة. كيف تتابعين التصويت بشكل عام والمؤشرات التي ربما تحمل الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية؟ من ناحية الجمهوريين نحن نرى أن ترامب يقود في عدة ولايات، ولكن هناك بعض الولايات التي لم تصوت إليه، وهذا قد يكون علامة قلق لترامب أو علامة تحذيرية لترامب، لأنه لا يستطيع تقوية قاعدة الشعبية بين المصوتين المستقلين. وفي نفس الوقت بايدن أمامه نفس التحدي، لذلك من الصعب الآن أن نقول من كلا المرشحين سيفوز في الانتخابات القادمة. منذ هذه اللحظة وحتى نوفمبر القادم قد تحدث كثير من الأمور. ولكن كل المرشحين أمامه فرصة لانتهاز الفرصة في تلك الفترة من أجل الفوز بمزيد من الأصوات. فهناك ترامب، واحدة من الأسباب التي خسر فيها ترامب انتخابات 2020 هو إن نظام التصويت قد تغير في تلك الفترة، وهذه ما زالت نقطة هامة لترامب في الانتخابات القادمة. يعني فيما يتعلق بنظام التصويت، يعني يبدو أن هذه النقطة هي نقطة خلاف دائما في الانتخابات الأمريكية. يعني دائما هناك مرشح يتهم نظام التصويت عند خسارته. هل ربما نرى نفس هذه الاتهامات أو نفس هذه يعني الخلافات عن نظام التصويت في الانتخابات القادمة؟ هذا سؤال جيد. في عام 2020
قال حث ترامب مسانديه والمصوتين له ألا يقوموا بالتصويت مبكرا لأن هذا لن يكون في صالح. ولكن كما تعلم فإن الآن هم أيضا يقومون بوضع نظام التصويت المبكر. وما يحدث في أرض الواقع أنه عندما ترى أصوات تتدفق ناحية مرشح ما فيظن الناس أن هذا المرشح سيقوم بالنجاح والفوز في السباق، ولكن هذا لا يحدث دائما. لذلك يتوجب معالجة نظام التصويت المبكر لأن هذا لا يشجع الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وربما ترامب سيقوم مرة أخرى بإلقاء اللوم على النظام نظام التصويت في انتخابات 2024. ولكن لا يوجد أمامه أي فرصة لمنع استخدام هذا النظام التصويت الذي يتعلق بالتصويت المبكر، ولكن يجب وضع تدابير من أجل ضمان أن صناديق الاقتراع يتم عدها بصورة نزيهة. نعم، إذن ترامب في هذه الانتخابات ربما يعني ترشحه يختلف عن الانتخابات السابقة وحتى الأسبق، يعني هل المشكلات والتحديات القانونية والقضائية التي يواجهها ترامب في الوقت الحالي ربما كما نتابع النتائج هي لم تؤثر حتى الآن، ولكن هل كان ذلك متوقع بأن لا تؤثر هذه الدعاوي المرفوعة أمامه في المحاكم والمشكلات القانونية، وهل ربما تؤثر عليه في المستقبل؟ هذا يعتمد إذا ما وجد أن ترامب مذنب من عدمه، لأن هناك عدة تهم تواجه ترامب أهمها أهمها أنه قد يكون مذنبا ومن ثم قد ترفع عنه الحصانة وقد يقضي فترة زمنية في السجن إذا ما أدين، وهذه المداولات أو هذه المحكمة قد تحدث أثناء فترة الصيف وقد تؤثر على السباق الرئاسي، وهناك احتمال إذا ما وجد أن هذه التهم في محلها فإن هذا قد يؤثر على السباق الرئاسي. لا أظن أن سأتمكن الآن من التنبؤ بما سيحدث منذ هذه اللحظة وحتى الانتخابات في نوفمبر القادم. إذن هناك أيضا ملفات عديدة أمام كل من المرشحين في هذه الانتخابات التمهيدية، وأيضا بالتأكيد بطبيعة الحال ستكون أمام المرشحين للرئاسة في نوفمبر. ما هي أبرز الملفات التي ربما تكون على رأس الأولوية في الحملات الانتخابية الحالية والقادمة التي يهتم بها الناخب الأمريكي والتي ربما تختلف عن الانتخابات السابقة؟ حتى الآن وإن كانت الدولة وهي أمريكا تواجه عدة مشاكل على المستوى الدولي، إلا أن الاقتصاد والتضخم هما أكثر الأمور التي تهم الناخب الأمريكي، وذلك بجانب الأمور المتعلقة بالحدود والأمن.
take any measures that would resolve this issue before the elections because ولكن بايدن لن يقوم بعمل اي مواجهه لتلك المشاكل قبل حل تلك المشاكل قبل الانتخابات القادمه حتى لا يستغل ذلك الامر ترامب وان يهاجمه. ولكن هناك بعض الأمور التي يتوجب أن يتم أخذ حلول تجاهها مثل الأمور المتعلقة بالمهاجرين الذين يعبرون الحدود تجاه أمريكا. والرئيس بايدن ينظر الآن في عمل قرار تنفيذي من البيت الأبيض. وفي هذا الصدد ولكن بايدن يتعرض لكثير من النقد طوال فترة رئاسته. ولكن بالنظر إلى ترامب فإنه أيضا يسعى لاستغلال هذه الثغرات الموجودة في إداء بايدن، وإن كان ذلك قد يؤدي إلى نتائج عكسية لأنه يركز فقط على الجانب السلبي من أداء بايدن، خصوصا الأمر الذي يتعلق بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية. يعني هذا الملف بالتحديد، ملف المهاجرين وملف الحدود، ربما هناك استقطاب شديد حوله في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام. ماذا تقول استطلاعات الرأي عن هذا الأمر في الوقت الحالي؟ إن الشعب الأمريكي يرى أن هذا الأمر ذو أولوية لأن لأول مرة منذ عام 2019 فإن معلومات استطلاع الرأي تشير أن هناك الكثير من المهاجرين محتجزين في مراكز الاحتجاز على الحدود وهم يزدادون بمرور الوقت وعددهم يتنامي مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا يمثل عبء اقتصادي على البلد التي تعاني من وضع اقتصادي سيء. وهذا الأمر أيضا مرتبط بأمور أخرى تتعلق مثلا بالإتجار بالبشر وتهريب الأشخاص داخل الولايات المتحدة، وأيضا له أبعاد أمنية. لذلك هذا الموضوع الخاص بالحدود الجنوبية ذو أهمية كبرى في هذه الانتخابات القادمة وسيظل كذلك لعدة عقود. ولكن في الماضي هذا الموضوع لم يكن مهما في الماضي في الانتخابات السابقة، لم يكن هناك مشكلات تتعلق بالحدود، كان الأمر يتعلق كان دائما الأمر يتعلق بالمهاجرين في الدول الأوروبية ولكن ليس في الولايات المتحدة. لذلك فإن هذا الموضوع المتعلق بالمهاجرين والحدود الجنوبية يصبح في أهمية أو أكثر الأمور أهمية في عقل الناخب الأمريكي. نعم، يعني رأينا في الانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان الكثير من الأصوات ذهبت إلى خانة غير ملتزم بالنسبة للحزب الديمقراطي وبالنسبة لجو بايدن. هل ربما المشكلة التي حدثت في تكساس والأمر المتعلق بالحدود وأيضا ملف المهاجرين، هل ربما يضاف إلى الملفات التي ربما تسحب من شعبية بايدن؟
أظن أن موضوع عدم التزام الناخبين بالتصويت لبايدن أنه ليس بالضرورة يتعلق ببايدن، ولكنه انعكاس لحرية الناخبين، حرية الناخبين في عمل اختياراتهم. ولكن لهذا لا يعني أن هؤلاء الناخبين سيذهبون إلى ترامب في نهاية الأمر. إن هؤلاء الناخبين يهتمون بالأمور المتعلقة بالنواحي الأمنية والمشاكل الحدودية، وهم يهتمون بمجتمعاتهم. وهذا الموضوع الخاص بالناخبين غير المتنازمين قد يؤثر على مسار الانتخابات، وقد يذهبون إلى ترامب. فإذا لم يعطيه بايدن الاهتمام الكافي قد يؤثر على أدائه. نحن نرى أن بايدن يفقد ميزته نظرا لذهاب هؤلاء الأصوات واختيارهم لعدم الالتزام بالتصويت له، ويتوجب على إدارة بايدن أن تجد حلول تجاه هذا الاتجاه بين الناخبين قبل الانتخابات في نوفمبر القادم. يعني أخيرا، هناك استطلاعات رأي كانت تشير إلى أن الكثير من الشباب ربما غير راضي عن الأسماء المرشحة للانتخابات الرئاسية. لماذا في رأيك يبدو هذا الأمر، وكيف يؤثر ذلك على الانتخابات الرئاسية في نوفمبر؟ أظن هناك سبب هام وراء عزوف الشباب عن اختيار كلا المرشحين، لأن كلا المرشحين قاموا بوضع سياسات بطريقة لا تتناسب مع طموحات الشباب، وهم يرون أن كلا المرشحين يتحولون بالضعف عندما يتعلق الأمر بالسياسات الخارجية وبالإصلاح الاقتصادي وبمعالجة التضخم، ويرى الشباب أن كلا المرشحين أيضا أنهم لا يقدمون حلول توفر مستقبل أفضل لأمريكا، وأنهم فقط يفكرون في مهاجمة بعضهم البعض على المستوى الشخصي بدون تقديم حلول حقيقية للشعب الأمريكي. والشباب يرى أن هناك أمور تتعلق بهم، ويتوجب على كلا المرشحين أن يركزوا أن يقوم بالتركيز عليها، مثل الأمور المتعلقة بالإجهاض مثلا. ومع ذلك لا أظن بصفة عامة أن هذا سيؤثر، أن عزوف الشباب عن المشاركة في الانتخابات لن يؤثر بصورة كبيرة، لأن في نهاية المطاف سيذهب الناخبون لصناديق الاقتراع، ولن يؤثر عزوف الشباب على النتائج الكلية للانتخابات. نحن نعلم أن الشباب الجمهوريين يعزفون عن المشاركة لسبب ما في الانتخابات، ولكننا نرى في الناحية الأخرى أن المصوتين أو الناخبين من أصول أمريكية وأسبانية سيذهبون إلى ترامب للتصويت. نعم، من نيويورك إيرينا تسكرمن الخبيرة في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا لك.